يواصل مئات المواطنين الإيرانيين احتجاجاتهم ضد انهيار العملة والأزمة الاقتصادية، وذلك في العاصمة طهران وفي مدن أخرى، وتعالت هتافات المحتجين ضد سياسات نظام الولي الفقيه الهدامة، وطالبوا بإسقاط النظام وتنحي مرشده الأعلى علي خامنئي. كما نشر ناشطون مقاطع تظهر هجوم قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بالقرب من سوق الذهب في طهران التي انضم أصحاب محلاته للاحتجاجات، واعتقلت قوات الأمن خلال الأيام الماضية مئات المحتجين بسبب مشاركتهم خلال احتجاجات الأيام الماضية.